صلاة خاصة أقيمت بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث أقيمت في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية للاتين في بيت لحم، بحضور عدد كبير من الكهنة والمؤمنين من مختلف المناطق. تجمع رؤساء الكنائس المسيحية في محافظة بيت لحم، الكنائس التي تسير على الحساب الشرقي والتي تسير على الحساب الغربي، في لقاء صلاة مشتركة، طالبين وحدة الكنيسة في الأرض المقدسة على أمل الوحدة الحقيقية. وقدمت الطلبات في هذه الصلاة تضرعاً إلى الرب إلهنا، وأن ننظر إلى الجدار الذي يفصلنا عن الله وعن بعضنا بعضاً، وأن يغفر لنا خطايانا ويشفينا ويساعدنا على تخطي جدران الانقسام والتفرقة، وأن يجعلنا واحداً في الرب إلهنا. وفي قانون الإيمان قال الأب رامي: لنعترف متحدين من الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية في كل زمان ومكان. وها هو القانون باعترافنا الطاهر بقولنا: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. اليوم كانت السماء فرحانة بلقائنا اليوم، جميع كهنة الرعاية من جميع الطوائف عملنا ليتورجية الكلمة، وصلينا من أجل الوحدة والسلام والغفران لخطايانا، حتى خطايانا ما تكون حاجز بيننا، تتحقق الوحدة، الوحدة اللي بتبدأ من خلال لقائنا مع بعض، من خلال سلامنا اللي سلمنا فيه على بعض، من خلال صلاتنا للروح القدس اللي بوحد قلوبنا، وإن شاء الله يوحد كنائسنا وأعيادنا. لأننا دائما كمسيحيين على هذه الأرض لدينا أمل بوحدة المسيحيين، خصوصا على هذه الأرض المباركة، أرض السيد المسيح له المجد، الأرض الطاهرة الذي سار عليها يسوع المسيح والقديسون المجدون الذين نعيد لهم في كل يوم من أيامنا. حقيقة بعد الصلاة اللي كنا فيها اليوم، بتمنى من كل قلبي أنه نكون عندنا حسن الإصغاء لطلب الرب يسوع، أنه نكون كلنا واحد. أتمنى أنه نكون متوحدين كلنا في حقيقة الإيمان المسيحي، لنقدر نعيش كأبناء الله بلا عيب. فنحن اليوم رفعنا قلوبنا وعقولنا وأحاسيسنا ومشاعرنا نحو ملك السلام، نحو طفل المغارة، لكي يتحنن علينا ويسكب نعمته ورأفاته علينا، لكي ينير عقولنا وقلوبنا، لأننا نصلي دائما من أجل الوحدة. نحن نؤمن كما كتب في المجمع المسكون الأول والثاني، نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. اليوم كنا كاهنة من كنائس مختلفة، زي ما الواحد إذا فات على بستان، إذا لاقى البستان كله مزروع لون واحد زهور ما بعطي جمال ولا رونق، بينما إذا تشكلت الزهور والنباتات الموجودة فيه هذيك الساعة بعطي جمال. فإحنا اليوم نفس الشيء، كنائس مختلفة، جمال كامل لخلق ربنا من كنائس، لأن كلياتنا اجتماعنا مع بعض اليوم لنرفع صلاتنا للوحدة وندعو لانطلاق وحدة بين الكنائس من مهد المسيح، من مكان ميلاد يسوع المسيح. دعونا أبنائنا حتى نتطلع إلى مستقبل أفضل، إلى أمل جديد متجدد يتحقق بوحدة الكنيسة بأبنائها بكل أطيافها. فنحن كما نعلم أنه ننتمي إلى كنائس وعائلات مسيحية مختلفة من ناحية الطقوس، من ناحية العروق، من ناحية الجذور، لكن الذي يجمعنا هو إيماننا بالرب يسوع المسيح. فمهما كانت الخلافات والاختلافات، هذا لا يمنع من التنوع في وحدتنا، وهذا ما يثري الكنيسة المقدسة وما يثري المجتمع المسيحي في الشرق الأوسط. وفي نهاية الصلاة أخذت صور تذكارية داخل الكنيسة للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القديسة كاترينا بيت لحم.